السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله هنقدم لكم طريقة تحضير هذا الكحاب، أي السلطعون أو اللي كنسموه حنا العقرب ديال البحر. هنا الأخ ديالي كيغسل فيها مزيان بهذيك الشيطة، لأن من بعد لما غتسلق نفوروها ماشي نسلقوها، غادي إن شاء الله نشربوا الماء ديالها. إذا حتى حاجة ما كتضيع، يلا بقاو معنا حتى الأخير. هكذا كتنقى، شوف هذا كتحيد. هكذا ملي كتكون هاد الدوار ياك راه أنت أنت وهي اللي كيكون فيها البيض ياك. ما كيكونش عند هذوك الرجلين خارجين هنا هذوك النقاط، ما كيكونش عندها نقابط. وريك كيف يكونوا النقابط هنا؟ هنا قدام يكونوا عندو بحال الطبلوش. هانتوما هاي حية، خلي خلي شتيها شتيها، خصها تكون حية، ما تشروهاش وهي ميتة. هكذا خصها تكون كتحرك، والأنثى كيكون صغيرة وكيكون عندها داك الصدر هكاك. وهاد القايق تات كيكون هذا صغير شتيها؟ هذا هذا لي بانس، لي بانس كيكونوا صغيور. الاخر كيكون كبير كبر منها. الذكر الذكر كيكون كبر منها، كيكون عند دوك اللحاق كبار. دوك لي بانس عندو كبار. تكون حية وتكون ثقيلة وزنها. ها تكون حية وتكون ثقيلة، لأن بعض المرات راه كتجيبوها ما كيكون فيها حتى حاجة. ولما تشروها وهي حية ما ديروهاش على ظهرها، جلسوها هكا على رجليها باش تبقى حيه. قبل ما تغسلوها، قبل ما تغسلوها دابا راه هذه باقي حيه، لان ما خصهاش تكون ميته. باش تصبر، باش تصبر نيت ديروها على رجليها بحال هكا. ماشي اذا كانت ميته ما ميته ميت راه كتسلم. ياك غايه من الاحسن تكون حيه. ياك اللي كتبقى الجوده ديال اللحم كتكون، اللي كانت حيه اللحم كيبقى لاصق كيتجمع كامل. كيتجمع ما كيبقاش هشيش ياك. دابا هكذا درنا البرمه، هاد البرمه ها هي درنا فيها الماء الاسفل، والعقرب العقرب العقرب كتحط الكراب، الكراب مهم كتحط هكا على ظهرها باش الماء ديالها يبقى. المهم كيف ما حطيتيها كيف ما حطيتيها، المهم باش لان لما غنبغي ناكلها ان شاء الله كتشرب داك الماء اللي وسط منها، الماء اللي وسط منها. واحسن حاجه واحسن حاجه انكم تفوروها، لان باش الماء ديالها يبقى فيها، ماشي لما كديروها في الماء هكا كتسلقوها كاع الفوائد ديالها كيخرجوا. ها نتوما غتبقاو معنا وغتشوفوا كيفاش غيدير ليها الاخ ديالي. وبلا ما نضيعوا سميتو سميتو الاقتصاد اقتصاد، هذه السنديه، السنديه بحال الشكل ديال الصول، وهذا السنديه غادي نفوروها تاي معاها. ها هي لاجل الوالده، لان بالاخص بان هاد الكراب راه كيكون مالح، والوالده راكم كتعرفوا ما خصهاش تاكل الملحه. وباش تطيب لكم مزيان، باش تطيب مزيان غادي يدير لها فوق منها بلاستيكه. ها نتوما بلاستيكه ها بحال غادي يدير لها شارلوت بحال الطبيب، بحال الطبيب شارلوت غيديرها لها باش يبقى داك الشيء تما تزمت وتزمت وغطيب مزيان. اذا حنا راه جربنا، حنا كنا في الاول كنا كنديروا هكذا هاد الكراب اي العقرب كنا كنديروها في الماء هكذا كنطيبوها، ولكن لما جربناها، ولكن هذه الفكره ديال الاخ ديالي لما جربناها وسميتو جربها هو بالاخص ودارها هكا فوق الكسكاس وفورها جات ولا اروع كيف تقولوا. يلا نتلاقاو ان شاء الله حتى تفور ونتلاقاو معكم نوريكم كيفاش غادي ننقوها. وهاد الكراب الا كان فاير الماء ربع ساعه، الا كان الماء طيب مزيان، الا كان الماء في البرمه طيب راه غير كتفور، لانه هو راك كتعرفوا بان ما تاخذش الوقت بزاف. يلا اغتنموا الفرصه وهذا راه هو وقتها، سيروا المارشي شرو لكم الكراب راه زوينه غزاله وهي سخونه، وبالاخص اللي كليتو البيض اللي وسط البطن ديالها زوين راهو احمر. الان العقرب حنا كنقولوا العقرب البحر، هي هذه طابت، هادو الرجيلات ديالها. المهم غادي يقطع الاخ ديالي لان انا شاده التليفون بيد ما يمكنليش نقطع، غادي يقطع هاد الايادي ديالها وغنوريكم كيفاش.
هاد الرجيلات ديالها اللحم اللي الوسط ديالو كيتكال، هانتوما دابا اللحم بقى لاصق في هذوك الرجيلات، اذا خصنا نهرسهم كي كنقولوا اولا نديروا لهم شي حاجه باش نخرجوهم. هكا الا كان عندكم شي ملعقه رقيقه تقدروا تخرجوا هذوك اللحيمات اللي في رجلين. المهم وفين كاين اللحم بزاف اي ديال هاد العقرب، كاين هنا في غنوريكم هنا، هنا في كاين اللحم، هنا في هذا الموضع اللي حيدنا منه الرجيلات هو في كاين اللحم اللي زوين، لان حنا لما كنا صغار ما كناش عارفين هاد الشكل، كنا كناكلو غير اللحم اللي في رجيلات فقط، وحنا كنا كنلوحو هادي كامله، وهي اصلا رجيلات راه ما فيهمش اللحم اللي كاين اللي كاين في هاد الجمجمه ديالها هاد. المهم هنا غنبغي وغنبين لكم الان فين كيكون البيض، البيض هو اللي كيعجبني انا، والبيض كيكون سخون زوين. ها حنا غنوريكم البيض في الموضع ديالو فين كيكون، كتحيدوا هذيك اش غنقول لكم ما عرفتش سميت هذا. المهم هاد البارتيه هاد الجزء كيتحيد، ها هو راه البيض فين كيبان لكم احمر او وردي، هو هذا البيض ديالها. اذا هنا هذه انثى، لان الذكر ما كيكونش فيه البيض، الانثى هي هذه كيكون فيها البيض هكذا، والذكر كيكونوا الرجلين ديالو غلاض، هو اللي كيكون فيه اللحم مزيان في دوك الرجلين. اذا اللي كيبغي البيض غيجيب الانثى، واللي كيبغي اللحم يكون مزيان في الرجلين غلاض يدير الذكر، يجيب الذكر، حنا كنبغوا البيض زوين. المهم هنا غادي نكبوا داك الماء او البلول، حنا كنقولوا البلول اللي كان في هاد الطنجره، وهذا كيتشرب. علاش شربناه؟ راه حنا غاسلين مزيان العقرب، غاسلينها مزيان، اذا داكشي كامل اللي نزل منها هي نزل في داك الماء، وحنا غنشربوه، ما غنضيفوا ليه لا ملح لا حتى حاجه، لان اصلا داكشي اللي كينزل منها هي راه مالح. كاين اللي غادي يقول لك علاش كتشربوه، كاع الفوائد اللي فيها راه نزلوا في هذاك الماء، حنا هادشي ما كناش كنديروه. المهم الاخ ديالي عطاني البيض، ها هو فينا هو، هانتوما شفتوها هو احمر، هاني غناكلو بسم الله. كاين اللي كياكل غير الرجلين فقط، ما كياكلش هادشي كامل، وكاين بيض اخر من تحت من هاد سميتو هاد الشكل البيضاوي اللي كاين هنا الفوق. نتمنى ان الفيديو يعجبكم وديروا ليا لايك وتعليق زوين. المهم هو هذا، هذا هو البيض ديالها، هو هنا انا غنقطعو، شفتوه كيداير، حتى هو المذاق ديالو زوين. انا بينت لكم هذا الفيديو لان كاين اللي ما كيعرفش هذا الشيء كامل، كاين اللي ما كياكلوش هذا الشيء، راه كامل كيتكال. شكرا للجميع، والناس اللي عاد جداد وبغى يدخلوا عندي القناه ما عليهم الا يضغطوا اسفل الفيديو على ابوني بالاحمر ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا باي جديد. وكنشكر الجميع، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء، شكرا.